وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف محمد علي، مدير السياسات السبرانية بالمركز الوطني للأمن السبراني بوزارة الداخلية. مساء الخير سيد يوسف، وبداية تسعى لا شك مملكة البحرين جاهدة للارتقاء بمنظومة الأمن السبراني على المستوى الوطني، يعني لو تحدثنا أكثر عن جهود المملكة في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم وعلى السادة المشاهدين، أشكركم على الاستضافة الكريمة وأنتهز الفرصة لأرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، وإلى حكومة الشعب البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية. طبعا من صدور المرسوم الملكي بخصوص إنشاء المركز الوطني للأمن السبراني في شهر أكتوبر سنة 2020، تم توجيهات من قبل سيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بتدشين استراتيجية الوطنية للأمن السبراني، واللي تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين. وتحتوي الاستراتيجية على 5 محاور أساسية، اللي هي حماية سبرانية قوية ومرنة، والحوكمة والمعايير الفعالة للأمن السبراني، وبناء مجتمع واعي بالأمن السبراني، وتعزيز الحماية من خلال شراكات والتعاون، وتطوير كوادر وطنية متميزة في مجال الأمن السبراني. طبعا خلال إعداد الاستراتيجية تم تحديد القطاعات الحيوية واللي تشمل المؤسسات والشركات اللي تتضمن خدمات وبنى تحتية ضرورية لمملكة البحرين، واللي تشمل 7 قطاعات حيوية، وهي القطاع الحكومي والطاقة والقطاع المالي والصحي وقطاع المواصلات وقطاع الاتصالات والصناعات المهمة. حرص المركز الوطني على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج على مستوى الوطني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. سيد يوسف، ما هي أبرز هذه المبادرات والمشاريع؟ بإشراف ومتابعة من قبل معالي الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس تنفيذ المركز الوطني للأمن السبراني، حرص المركز على تنفيذ العديد من المبادرات، من أبرزها تكوين فريق الاستجابة الوطني للحوادث السبرانية، واللي تقوم بمراقبة العمليات السبرانية على مدار الساعة، الجهات الحكومية وعدد من المؤسسات والشركات المهمة في القطاعات الحيوية، ويقوم الفريق برصد التهديدات، تصدي المحاولات اختراق، استجابة للحوادث السبرانية وتحليل الملفات. ويعتمد الفريق على عدد من الأنظمة بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات بشكل استباقي. نعم، ومثل ما ذكرنا في محاور الاستراتيجية، نعم، الحوكمة تعتبر مهمة، وتم نشر المعايير الأساسية للأمن السبراني تكون مرجع للجهات الحكومية والخاصة، ونقوم احنا حاليا بعمل او اعداد المعايير خاصة بالقطاعات الحيوية اللي ذكرناها، مع مراعاة التقنيات الحديثة من انترنت الأشياء والتقنيات التشغيلية، نعم، والجيل الخامس الاقتصاد، الجيل الخامس الاتصالات. نعم استاذ، نعم والله. طبعا قام المركز بعديد من توقيع مذكرات تفاهم على مستوى دولي واقليمي ومحلي، ومع العديد من الشركات العالمية. في مجال التوعية قام المركز بتدشين عديد من البرامج، منها البرنامج الوطني للتوعية في الأمن السبراني، وبرنامج تعزيز ثقافة الأمن السبراني لدى طلبة المدارس عن طريق إعداد برنامج أو منهج معا للأمن السبراني، واستهدف جميع مراحل طلبة المدارس. نعم أستاذ يوسف محمد علي، مدير السياسات السبرانية بالمركز الوطني للأمن السبراني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.